نعم، اليوم الحديث عن أن حكومة الاحتلال تمكن بأجهزتها هؤلاء المتطرفون اليهود من تغيير الوضع الديني والتاريخي للأقصى، هل هذا لأول مرة يعني أنه حكومة الاحتلال توظف أجهزتها لخدمة هؤلاء المتطرفين؟ الحقيقة أن حكومة الاحتلال من قبل 3 سنوات في الفترة السابقة منذ الاحتلال حتى قبل 3 سنوات كانت تغض الطرف عن ما يفعله المستوطنون المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك. في بداية هذه الألفية في عام 2003 وحتى 2008-2010 كان المقتحم إذا أقدم على القيام بأي طقوس يهودية داخل المسجد الأقصى المبارك كان حراس المسجد الأقصى المبارك يقومون بإبعاده من المسجد الأقصى المبارك، وكان الشرطة الإسرائيلية بين قوسين أيضا تكون حريصة على عدم أن يفتعل أي واحد من هؤلاء المقتحمين أي ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن في داخل المسجد الأقصى المبارك، فكانوا يقومون باعتقاله أو إخراجه خارج المسجد الأقصى المبارك، وكان يصدر بحقه قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك. هذا الكلام كان قبل عام 2010. بعد ذلك بدأت حكومة الاحتلال نفسها تقدم لهم التسهيلات، فرأينا أن هؤلاء المقتحمين يتم جلبهم بالباصات مجانا حتى ساحة البراق. ثم في العام الماضي حكومة الاحتلال قدمت لهم دعما ماديا، لأول مرة في تاريخ حكومة الاحتلال قدمت للصهيونية الدينية مبالغ مادية تقدر بحوالي 6 ملايين دولار. الرقم ليس كبيرا إذا قارناه بالأهداف المعلنة للصهيونية الدينية، لكنه يعني أن الحكومة حكومة الاحتلال باتت تقدم الدعم المادي والغطاء القانوني لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ولزيادة أعداد المقتحمين الذين يدنسون أقصانا ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك الأوقاف الإسلامية في القدس التي وقعت على هذا البيان بنفسها قامت بمنع حراس المسجد الأقصى المبارك من مرافقة المقتحمين ومنعتهم من التصدي لهم أو تصويرهم في حال قاموا بعمل أي مخالفات يعني داخل المسجد الأقصى المبارك أو السجود الملحمي أو الصلوات أو غيرها، ومنعت كل موظفي الأوقاف الإسلامية الموجودين في القدس من التواصل مع وسائل الإعلام. الآن كل توثيقات التدنيس، كل توثيقات الاقتحامات، كل توثيقات أداء الطقوس اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك لا تصلنا من هواتف عربية ولا من هواتف إسلامية، إنما تصلنا من هواتف نفس المقتحمين والذين يوثقون لبعضهم هذا والله قام بسجود ملحمي، هذا قام بالنفخ في البوق، هذا قام بالصلاة، أو هذا قام بأخذ بركات الكهنة وهكذا. الأمر الذي يعني أن الأوقاف الإسلامية ينبغي أن تقوم بواجبها أو أن تقوم بأكثر من واجبها، نتيجة أن المسجد الأقصى المبارك يعني في خطر شديد، بل هو في عين الخطر، ونرى أن العدو الصهيوني ليس يحاول بل هو قام فعلا بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ الاحتلال حتى وباء كورونا. من وباء كورونا وجاي الوضع في المسجد الأقصى المبارك تغير كثيرا، حتى باتت المنطقة الشرقية من مناطق المسجد الأقصى المبارك وهي جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك باتت كأنها منطقة خاصة باليهود، واليهود يسرحون بها ويمرحون ويفعلون بها ما يشاءون، ولا يوجد من يحاسبهم ولا يوجد من يراقب ما يفعلونه، حتى أدى بهم أنهم استطاعوا في هذا العام ليس أن يهربوا كما فعلوا في العوام الماضية بعض القرابين النباتية ويعني يقومون بتقديمها بالسرقة وبسرعة بدون، لا، في هذا العام أدخلوا كميات منها وقاموا بأداء الطقوس وتبادلها، وقام بعضهم بأخذ هذه القرابين النباتية، والشرطة ترى ذلك وتمشي معهم، الشرطة الإسرائيلية بين قوسين التي كانت تمنع، كأن الأمر أصبح أمرا تطبيعيا، ويعني أن العالم بات يرى أن دخول المستوطنين أمرا يكاد يكون طبيعي، وتقديمهم هذه القرابين وقيامهم بهذه الطقوس كأن العالم صار يراه أمرا طبيعيا، وهو اعتداء على مسجدنا الأقصى المبارك، وهو تغيير لواقعه الحالي، وهو بالنظر للمستقبل هؤلاء يعدون لاقتطاع المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك
وإقامة كنس مؤقتة في المسجد الأقصى المبارك، لأنهم هم لا يريدون اقتسام المسجد الأقصى مع أحد، هم يريدون استباحته وتدنيسه والاستيلاء عليه بشكل كامل.